السلام عليكم، راح أتكلم عن برنامج آي مايند ماب اللي هي النسخة السابعة. أول شيء يطلع لي أول ما أبدأ بالبرنامج يطلع لي بعد الساين إن تسجيل، وأنزل البرنامج في الكمبيوتر نسخة ويندوز. تظهر لي أداة نيو مايند ماب اللي هي تصميم خريطة جديدة، أو أوبن مايند ماب اللي أفتح خريطة قديمة. نيو مايند ماب بصمم خريطة جديدة. هني اخترت شكل السنترال ايديا اللي راح يكون الرئيسي، منه راح يتفرع البرنامج. اختار هذا الشكل، هذا السنترال ايديا. في أداة اللي هي التحكم بالنص. اول شيء الزر الاحمر راح يطلع لي برانش بدون بوكس، وفي البرتقالي راح يطلع لي برانش بوكس. اللون الازرق هو راح يتحكم بحجمه بشكله يتحكم فيه. اللون الاخضر راح يسوي علاقة بين البرانش والبرانش الثاني، تكون في علاقة بين البرانش اثنين. الرمادي راح يكون له الأدوات له خصائص. أول شيء convert اللي راح يتحكم بالخط اللي بين العلاقة شكلها. وفي هذا يتحكم بالكام انه يكون قريب او بعيد. في الالوان الشكل والبرانش ارت، هذا خاص بالبرانش. ايميج اللي هي صورة من فايل انزلها. لايبراري او ايكونز سكتش. Object اللي هي كلاود اللي تكون غيمة بالشكل عليها غيمة. في نوت اللي هي أحط مذكرة معلومات. لينك اني اربطها مع موقع. الاوديو اللي هو الصوت اللي سجل صوت ونزله. نختار سنترال ايديا، نروح للادوات اللي فوق. سيف اللي هي حفظ، اوندو اللي هو اعادة، برانش اللي هو شكل البرانش اللي هو فرعي. في شكلين. مايند ماب اللي هي خريطة جديدة اضيف على الخريطة. 3D اللي هي خاصية 3D للخريطة. Present اللي هي العرض. هذا الأدوات تكون تابعة حق الخط اللي هي يكون سميك مايل. نوعية الخط وفي تكست لونه وفي لون البرانش هغيره مثل هذا اللون، غيره من البرتقالي للأصفر. هذا لون البوكس داخل البوكس. في البرانش سكتش اللي هي الرسم. الرسم اللي خاصية الرسم انه يعطيني مجال اني ارسم رسمة، برسم شكل الدائرة أو شكل الفيس. في أداة إغلاق أو تم، أضغط على تم هذه الصورة اللي أبيها وأتحكم بحجمها واتجاهها.
هاي شيء فلو تشارت نستخدم هذا اسمها علم النفس هيطلع لي صندوق شكل الحالة يكون برا الخريطة حكم بحجمه طولة حكم حتى بلونه خلال الألوان Central Idea راح تكون عن علم النفس ميادين علم النفس طلع لي ميادين علم النفس هي بضيف تكست ضيف هالشكل هذا علم النفس النمو علم النفس النمو أضيفه للبرانش حكم الحجم يعني تضيف كم مساحة علم النفس سلام داخل البوكس هي تكون حالة برا البوكس تتحكم بحجمها هذا الفلو تشارت اني اختار صندوق انزل بس يكون برا برا الخريطة ثاني شيء تكست نضيف تكست للخريطة سمارت لاير بالنسبة لأداة جريت فهي يطلع لي الخلفية المخططة بشكل مربعة عشان يضبط التحديث select area عشان يظهر ال شايف الخريطة أكثر توازن عشان الخريطة فيها بالنسبة للستايل أيضا أختار الشكل الستايل للسنترال أيديا ما أغيرها طريقة الستايل هذا أو الستايل الثاني هي الهامش في صندوق أدوات أول شيء الصور إيميج تطلع صور من عند مكتبة الآي مايند ماب أضغط عليها ضغطة واحدة تنزل تكون حالها في تكون مرتبطة بالخريطة حكم بالشكل حكم بالمسار أو إني أختار من سيرش أكتب الصور اللي أبيها تطلع بحث عنها في رسم الموجود حاليا اللي يستخدمها الهيئة أو فيفرت في 3D تكون صور ب 3D في آيكون ايكون زي مجموعة صور بس تكون على برانش حد البرانش هذا صورة وتكون صور هذا ايكونز على برانش مو على خريطة
احنا احدد البرانش اللي ابي واكتب ملاحظات او مثلا تعريف علم النفس النمو، احط معلومات عنه ان علم نفس النمو من ميادين علم النفس، من معلومات عنه اكتب انت تطلع علامة النقص، هذا معناته ان في معلومات عن علم النفس النمو موجودة في النقص، فلما اضغط عليها حتطلع لي اللي هي النقص المعلومات لينك. في ادوات هنا لتعديل الخط واللون اضافة الصورة اضافة جدول في اربطها مع موقع، هذا ادوات من الخط النقاط باتجاه محاضرات الخط لينك اني اربطها بموقع، مثلا اربطها بموقع جوجل جوجل كوم. اوكي راح تطلع هنا علامة اللينك انها رابطتها مع موقع، هو موقع جوجل او اي موقع يتكلم عن علم النفس النمو. ثاني شيء دروب تاكس، لازم اكونت في مور اضيف اوديو، مثلا اسجل صوتي اني اتكلم مثلا معلومات عن علم النفس النمو من خلال صوتي واضيفها لل اضيفها لل لانش تقول اوكي تطلع لي علامة الاوديو لما في تسجيل صوتي للمعلومة سنبت وفي اوفر فيو، اوفر فيو نتبين لي خريطة حكم فيها اني اديتها عن طريق الايميل، واكتب تعليقات كومنت اديتها وغيري إذا كنت مشتركة بمجموعة أو شيء. بالنسبة لخاصية 3D هذا خاصية 3D إنها تتحرك الخريطة على شكل 3D، لما أضغط على زر قرب تتحرك، في علامة القفل لأن التكبير هذا تحت القفل يتحرك معي حسب الشرح، لما أضغط على ميادي على علم النفس تتكبر صوت علم النفس، أضغط قفل فصل ان يوقف خاصية التكبير بالنسبة للخريطة. في عملية تكبير تصغير خريطة من الشريط هذا، في هذه الاتجاهات اني اتحكم باتجاهها خريطة. هذه خاصية 3D خاصة عليه من خلال present للعكس choose and present نعرفها في هذه الأداة شغلها تتحرك كأنه فيديو